الكونفدرالية اللي هي حديثة العهد النشأة، لأن حقيقة لم نجد التنظيم الذي يدعي أنه يؤطر وينظم الناشرين ومدراء النشر ومدراء المقاولات، لم نجد أي تنظيم يعيرنا أي اهتمام. ذلك أن منذ صدور القانون من 2016 إلى اليوم، حتى اليوم لم يتصل بنا هذا التنظيم، ولو أن يجلس معنا غير ساعة يقولنا ودي راه صدر واحد القانون، قانون ديال الصحافة الإلكترونية، قانون ديال مدونة الصحافة كيعنى بالصحافة الإلكترونية، يحث على المقاولة الصحفية، يحث على مجموعة من المقتضيات يجب أن تعملوا على الخضوع إليها، وسنتحدث ديك الساعة حينها معه، وسنجد طرق ومنهجية للتواصل من أجل الانضباط والتلاؤم مع هذا القانون. ما لقيناش يد تمد لينا يديها من طرف هذا الجهة، بل أكثر من هذا لقينا المساعدة واليد من نقابة ديال السي البقالي والإخوان اللي هما كيعتنوا بالأجراء، لقيناهم هما على الأقل وجهونا وأطرونا وساعدونا في كيفاش تلائمنا وكيفاش ضبطنا أمورنا القانونية. أما هو المعني بهذا التنظيم هذا وبهذا الناشرين ما لقيناش، بل أكثر من هذا أنه هاجمنا في بعض مجموعة من المواقف ديالو ولم نعيره أي اهتمام، لأن الغرض ديالنا نحتاجوا حنا غير لمدنا يد مساعدة نتواصلوا معاه ويقولنا فوالا راه قانون جديد، هل تعملوا. عملنا 34 لقاء تواصلي عبر أقاليم من المملكة، المفروض هو اللي خصو يديرها، المفروض التنظيم هو اللي خصو يعملها. عملناها باش نتواصلوا مع الناس، نتسائلوا مع المدراء ديال الاتصال، وزارة الاتصال الجهويين، مع الوكلاء الملك، مع المعنيين بالقطاع، كنتسائلوا اشنو الكيفية، كيفاش نضبطوا، شي ما فاهمش هادي، شي فاهم هادي، شي عنده هاد الورقة، شي ما عندوش هاد الورقة، إلى غير ذلك من واحد العمل مضني. المفروض اللي خصو يقوم بهذا العمل هو التنظيم اللي كيدعي التمثيليه ديالنا. اذا اليوم حنا لما جينا لقيناه يتحدث في عرس ديال الصحافه الالكترونيه، في ملتقى يعتني بشاننا، يتحدث باسمنا، فكيفاش غيكون رد الفعل؟ لم يكن ردا فعلا عنيفا اكثر من اننا انسحبنا من القاعه تعبيرا على ان السيد ما كينظمناش وما عمره تواصل معنا، وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.